يسعد مساكم جميعا، تحية لكل الأصدقاء ولكل المتابعين لنا بيوترن، ودائما جديدنا بمجازين الفن، وبنحكي عن كل جديد وعن الأغاني الجديدة والسينجلز اللي طالعة جديد هلأ. واليوم موضوعنا عن أغنية جديدة للفنان المصري أحمد جمال. اتصلنا بأحمد وهو معنا على الهواء. ألو، مرحبا. يا أهلا وسهلا. أعذرنا لو اتصلنا في وقت مش مناسب. عجبتك هيدي ايه؟ يعني شو خطر عبالك عذري لو اتصلت بوقت مش مناسب وهيك؟ والله بقى طبعا نسأل فيها الأستاذ أنيس تعيمة، هو مؤلف الأغنية، والأستاذ عزيز الشافعي الملحن. هم عملوا لنا حاجة حلوة كده، حدوتة حلوة كده وعجبتني، وقلت لهم يلا انا اغني الاغنيه دي عجباني. مبروك الاغنيه الجديده، وهي طلعت امبارحه الساعه 5. الله يبارك. مظبوط، لسه بقى لها يوم بالضبط، يعني بقى لها يوم بس. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بتكون الاغاني الترند احمد. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني انا كنت متوقع انه تكون من الحانك، فقال انت عم تخبرني لا منا من الحانك. هي طبعا في اغاني طبعا غنيتها في الالبوم من الحاني على مدار السنه دي او السنه اللي فاتت، لكن الاغنيه دي الحان عزيز الشافعي، طبعا بوجهله حاجه كبيره، وعزيز صديقي وحبيبي، واشتغلنا مع بعض قبل كده. نحن كمان نوجه له تحيه على الهواء. وطبعا الاغنيه بتحكي قصتي يعني او معاناتي، يعني انا بتصل في وقت مش مناسب عشان اقول الكلام مش مناسب. وانا ضحيت كتير وعانيت كتير وبتاع، فبنسحب بقى من القصه وبشوف يعني حياتي في مكان تاني. نهايه حزينه يعني. نعم. نهايه حزينه. انه كنت عم تحكي لي انت عن البوم، بس انا ملاحظه عليك انه انت ماشي مع مود تنزيل الاغاني السنجل، يعني كل فتره بتنزل اغنيه. برايك هيك اكثر انتشارا للاغنيه، ولا بس مع الموضه اللي نازله هلا؟ لا، هو ده بقى يعني بصراحه من وجهه نظري ده بقى الاحسن والاصح. يعني انه خلاص كل العالم دلوقتي مش كمصر ولا الوطن العربي، العالم كله بقى بيشتغل بالطريقه دي. رتم الحياة بقى سريع قوي لدرجة انه ما ينفعش تنزل بألبوم كامل مرة واحدة. اوكي. اولا الجمهور اصلا ما عندوش الوقت انه يقعد يسمع، هو عايز يسمع اغنية مدتها 3-4 دقايق ويهرب يعني، فاهم؟ صحيح. فكده كويس انك تنزل بأغنية كل شهر ونص او شهرين، دي حاجة ده رتم كويس يعني، هيبقى عندك برضو في السنة حوالي 7-8 اغنيات، دي حاجة حلوة. حلو. يعني بتعرف شو، انت معك حق، لانه ما بتنظلم الاغنية. في كتير فنانين، انا بما انه كتير بالبرنامج عم بحكي عن الجديد، فلما بيكون الفنان منزل البوم بتلاقي يعني بتضرب اغنية او تنتين وبينظلموا بقية الاغاني بالالبوم. الحقيقة هاد اللي عم بصير، كل اغنية لوحدها بتاخد حقها وبتتسمع والناس تحفظها وهكذا. في فيديو كليب للاغنية؟ للاغنية دي لا. لا الاغنيه دي الليركس فيديو بس. اوكي. كمان الليركس هلا معتمدين معظم الفنانين، معظمهم اللي انا عم لاحظ انه كله الليركس والاغنيه وخلص، اخف تكلفه صح؟ هو احنا لا يعني مش موضوع تكلفه، احنا بنختار مثلا يعني احنا اخترنا في الالبوم 3 اغنيات صورناهم. لك يعني اغنيه كل سنه وانت طيب بدانا بيها، وبعد كده اغنيه قصاد عيوني، وبعدين اغنيه النهايه. انما طبعا مش هنصور ال10 اغنيات، صعب يعني. أيه طبعا مش حد بيصور كل الاغنيات يعني. اوكي. طيب احمد، لكن بما انه اكيد عم نحكي عن جديدك، بدي اسمع بصوتك وقت مش مناسب، وانا اكيد بدي ارجع سمع المستمعين اللي عم يسمعونا بنهايه الانترفيو جديدك وقت مش مناسب. اعذريني لو اتصلت في وقت يمكن مش مناسب، اوعي تفتكريني يعني نواتب ولا حاسب، الحقيقة اني بنهي حكاية بايخة وفي الضمان، كنت بتنازل كتير وياريتني بعد ده كله عاتب، هشتري نفسي وبيع اللي ما كانش في يوم نصيبي، اللي كان
عن الحبيب وهو اصلا مش حبيبي مش هتفرق عندي يعني تقول عني او تعيبي كنت قايد من صوابعي العشرة شمع وكنت خايف كنت بالنسبة لي عندي اغلى من كل الحبايب واللي كان طول عمره حاضر من النهاردة يبقى باب. يسلم هالصوت يا أحمد حبيبي. دائما أنت أحساسك عالي وغير شكل. الله يسلمك. خليكن معنا متابعين بعده أحمد معي على الهواء ويسعد هالمساء للجميع.